Thank you.
Voilà, Cléry, voilà, voilà. Voilà, hein, ça m'a fait, voilà. وسيتم تسليم الشهادة من طرف الأستاذ المربي عبد الفاتح النصر. ونمر إلى أفضل لاعبة صاعدة بالدوري وهي وفاء الملاحي، وسيتم تسليم الشهادة من طرف الفاعل الجامعي والرياضي محمد عتو. ونمر إلى أفضل موسعة بالدوري وهي أميمة مرسي، سيتم تسليم شهادة من طرف الأستاذ حسن بغا. أما الآن مع أفضل لاعبة مركز إثنان وهي هدى كعوش، وسيتم تسليم شهادة من طرف الأستاذ حسن سعيد وطن. أما الآن مع أفضل ضاربة بالدوري الرمضاني وهي مروة الأزهري، وسيتم تسليم الشهادة من طرف رئيس نادي وفاء العرائش لكرة القدم
محمد الحدوم جندي. أما الآن مع تسليم شهادة أفضل لاعبة استقبال بالدوري الرمضاني وهي كريمة بوهور الشهادة من طرف مدرب نادي وفاء العريش كرة القدم في الأزرق. أما الآن مع أفضل لاعبة مركز أربعة جبالي خديجة وسيتسلمها رئيس نادي وفاء العرائش الكرة الطائرة أيوب الضاوية من طرف الأستاذ المربي عبد القادر فناشر. والآن سيتم تسليم شهادة أفضل لاعبة تمتاز بالروح الرياضية للدوري الرمضاني لكرة الطائرة وسيتم تسليمها من طرف الأستاذ حسن بغار. خلود فريحة. والآن وكأفضل مدربة بالدوري الرمضاني للكرة الطائرة بالعرائش فاطمة الزهراء مرسي وسيتم تسليم الشهادة من طرف الأستاذ محمد عتو. اللاعبة بالدوري الرمضاني للكرة الطائرة إيمان العمراني وسيتم تسليم من طرف الأستاذ سعيد بحرات مدرب نادي وفاء العرائش. والآن مع مرحلة التتويج وكمركز ثاني Oh, my God.
وسيتم تسليم كأس المرتبة الثانية من طرف رئيس نادي وفاء العرائش كرة القدم محمد بوديان. والآن مع المرتبة الأولى لأول نسخة من دوري الكرة الطائرة الذي تم تنظيمه من طرف نادي وفاء العرائش، وكمرتبة أولى فريق الأخوة، الشهادة من طرف الأستاذ حسن بغار، فليتفضل. مشكور. وكأفضل مشجع للدورة الأولى لدوري كرة الطائرة من تنظيم نادي وفاء العرائش عمر الشحاني. أحسن لاعب فيتران قدير، كنا نعرفوا لاعبين قدامى يرضوا على الكرة الشاطئية مزيان. حسن بغار. سيتم تسليم الشهادة لعبد الله يعو، ليتفضل الأستاذ سعيد محرات قصد تسليمه. وكأفضل لاعب حائط صد بالدوري الرمضاني عبد الصمد الغازي. فليتفضل الأستاذ علاش قصد تسليمه الشهادة. مشكور. وكأفضل مستقبل بالدوري الرمضاني سلمت هذه الشهادة للاعب عساوي الحسين. ليتفضل الأستاذ عبد الإله سريقي قصد تسليمها. أيها
الموسع ساعد بالدوري الرمضاني يوسف شبيري. يوسف شبيري فليتفضل أستاذ محمد عبد القادر قصدك سليمان. وكأفضل مرسي ساعد عبد الرحيم إدريسي. عبد الرحيم إدريسي وعبد الرحيم إدريسي فليتفضل الساعد الجمعوي بونو قصدك سليمان. وكأفضل مستقبل ساعد بالدوري الرمضاني يوسف بناتي فليتفضل ساعد عصام البخير فليتفضل الاستاذ حسن بخير قصدك سليمان. وكأفضل ضارب ساعد محمد هموري فليتفضل أستاذ علاش أستاذ والمربي تسليم. أستاذ علاش أسيب كابا سيب دور سيب صبا دور أيوب الدراري اللي كانوا بجوه الباسكت شقمتيهم. الدراري اللي بجوه الباسكت جمعتيهم. عبك سيدي عمر محفيدي احسن حائط صد صاعد عمر محفيدي يسلم له جائزه شهد التقديريه قاده فلوس. استاذ حسن بغا وايوب الضوي رئيس نادي وفاء العرائس كره الطائره محمد عاتو هاني الحوسي قفل هي الشمال شطر جوج وعبد الصمد فيني عبد الصمد أرسال الجماوي بني أنا في الحمراء ونشاهد لا والو هذا نفس الحمراء ونشاهد لا والو
وسيتم تسليم كأس البطولة من طرف رئيس نادي وفاء العرائش والكاتب العام لنادي وفاء العرائش للكرة الطائرة. تفضل مشكورة التسليم. يتفضل الأستاذ أنس المريني ورئيس أيوب الدولة لتسليم الكأس البطولة لفريق دقيقة المتوج. وكصورة الكرية بين رياضيي المدينة والفريق المتوج. الفوز ديال الحمد لله حنا جيت الدوري ديال الكره الطائره النسخه الاولى ديال نادي الوفاء. الحمد لله حنا جيت السعداء اولا المشاركه ديالنا في هذا الدوري والفوز هذا اللي حنايا فزنا اليوم ماشي ان راه جا عن جدار واستحقاق. لعبنا مقابلات اللي كانت جد قويه مع الاخوان الحمد لله الاخوان هذا النهار هذا كانوا مستعدين بما فيه الكفايه وكنا عازمين اننا نفوزوا بهذه المقابله. الحمد لله كما شفتوا المقابله كانت في جو رياضي فرح رياضيه والحمد لله الدراري قاموا. وكيفاش التسميه ديالكم في كيك انتم هذا اعتزاز الانتماء ديالكم للمنطقه ديال في كيك؟ ضروري حنايا كما كتشوف الاخوان كاملين اللي في الفريق كينتميوا لمدينه في كيك اللي لعبوا في النادي السابق ديالنا هو نادي واحد في كيك اللي متواجد الان في سميتو في البريمير ديفيزيون القسم الاول في البطوله الوطنيه اللي وكاين سميتو الاخوان الشبان اللي فازوا بنهائي كاس العرش مدينه فيكيك. نعم بالنسبه لفيكيك اعطت واحد الاهميه كبيره للكره الطائره وتنظم يعني مسابقات كبيره وطنيه في فيكيك. يعني علاش كيرجع الاهتمام بهذه الكره الطائره في مدينه فيكيك؟ كله كيرجع للعمل الجيد نتاع الناس اللي مهتمين بكره الطائره تما وجمعيه الواحه والناس اللي واقفين على التدريب وعلى جميع عندنا قاع مغطاه ومن ذوك الوليدات اللي واقفين معهم ذوك المدربين والمجهودات اللي كترجع للجميع في مدينه فيدي. نعم انتم دابا واش قاطنين هنا في العريش ولا عجيتوا للمشاركه؟ حنايا هنايا في العريش كنخدموا. وكيفاش يمكن تساهموا في التنميه ديال كره الطائره في مع النوادي اللي كتشتغل سواء نادي العرائش او نادي الوفاء؟ العام هذا لعبنا مع نادي ديال العرائش الصائل والحمد لله طلعنا للبراج لعبنا مع الكناس وما توفقناش هذه هي الرياضه ما طلعناش والحمد لله هذا العام ان شاء الله حنايا رانا هنايا باش نعطيوهم الامكانيات. وكيفاش هاد الدوري يمكن نطوروها باش نخرجوا منها لاعبين يعني في المستوى اللي يمكن يعزوا الفرق الشركات في البطولات؟ هاد الدوريات هادو هما اللي كيخليوك باش كتلقى شي دراري اللي عندهم مواهب كره الطائره كتلقى واحد اللي عنده في موشيت كان اللي عنده توج دوبا من هنا كتجبد الدراري صغار وكتحبب لهم هاد اللعبه اللي هي كره الطائره باش كيوليو حتى هما كيبغيوها وكيجيو عندك. اذا الهدف هو الاحتكاك وكذلك استقل من المواهب ديال الرياضه لاجل تنميه الرياضه ديال كره الطائره. شكرا. شكرا. عبد المعفك السميه ديالك؟ عمر عبد الصمد. واللاعبين وفي نفس الوقت بعض الناس اللي قدموا الكثير للمدينه خاصه في الجانب ديال كره الطائره وكان النادي وعلى السي عبد القادر خناشر
سعب قادر 12 ينوض سعب قادر 12 عبد الواحد عبد الشهي الزعيم الزعيم افضل موزع فوق الاربعين فليتفضل استاذ محدث محمد عبد الشهي عبد القاسم تسليم الفريق الثاني تحدي عرائش كمرتبة ثانية فليتفضل أستاذ عبد القادر 12 وأستاذ سعيد محرج وحسن بغار ومحمد عتو انا جالس